David, wie war sie? David. مساء الخير أصدقائنا ومتابعينا الأعزاء الهواء مباشرة من قرب نصب الإبادة الجماعية لضحايا الأرمن البالغ عددهم 1,500,000 بريء تم إبادتهم على أيدي السلطات العثمانية أبان الحرب العالمية الأولى. الذكرى 106 106 عام مرت على الإبادة وما زالت الحكومة التركية ترفض الاعتراف بالإبادة الجماعية. الزيارة اليوم قمنا بها مساء أو ليلا، لأن بصراحة الصبح في الصباح الباكر من الساعة 9 صباحا لغاية 10 الزيارات ستكون مخصصة على الهيئات الدبلوماسية ورئاسة الحكومة ومجلس الوزراء والمسؤولين، ومن بعد ذلك يبدأ زيارة المواطنين اللي راح يكون هذا المكان مكتظ بشكل لا يوصف، ولذلك فضلنا الزيارة مساء. والآن أيضا هناك العديد من الزائرين الذين يأتون هنا لإداء واجباتهم. اليوم نشرت على صفحتي على الفيسبوك موضوع حول الأنموروك. الأنموروك هو الرمز الذي يحمله الأرمن على صدورهم تخليدا للضحايا. أدعوكم من خلال هذا النقل أن تدخل على البروفايل الخاص بي وتجد الموضوع لتتعرف عن الأنموروك، ما معناه وما علاقته بالإبادة الجماعية.
هذا النصب هو النصب المقدس في أرمينيا. هنا تم نصب هذا المسرح يوم غد يبدأ المراسيم بقداس على أرواح الضحايا، ومن بعده الفرقة السيمفونية الوطنية ستقدم بعض المعزوفات الموسيقية الخاصة بهذا اليوم. سبق وأن زرنا هذا النصب مع معظم سواحنا اللي وصلوا أرمينيا وتجولوا في أرمينيا مع غرارات السياحة. قمنا باصطحابهم إلى هذا النصب ووضعوا أكاليل من الورود على هذا الضريح. حبيبي أخ المهندس معتز أحمد القضاة، الله يرحم موتاك، أتذكر زيارتك وأتذكر الكلمات اللي كتبتها في السجل الموجود داخل هذا المتحف. أرجو أن تتقبل تحياتنا من يرفان ومن قرب نصب الإبادة الجماعية جزير ناغابيرت. جزير ناغابيرت معناه قلعة السنون. وهذا أمامنا الجدار الذي طوله 100 متر. تم عرض صور بعض المدن والقرى التي تمت حملات الإبادة فيها. للأسف الإنارة قليلة عليها. الجدار هذا طوله 100 متر ومنحوت عليها أسماء المدن والتي تمت بها عمليات القتل. هذا النصب أو هذا المجمع يتكون من المتحف الذي يحتوي على الصور والوثائق التاريخية التي سجلها ليس الأرمن، سجلها كل من كان شاهدا عيان على حملات الإبادة، ويتكون من أيضا حديقة أشجار الصنوبر التي تم زرعها من قبل ملوك ورؤساء الدول والهيئات الدبلوماسية الذين زاروا أرمينيا. والجزء الثالث يتكون من هذا الجدار الذي طوله 100 متر وهذه الدعامة التي طولها 44 متر
ومشطورة إلى شطرين، كل شطر منه يمثل أحد قمم جبل أرارات المغتصب منذ عام 1915 بقمتيها قمة ماسيس وسيس، وأمامنا الجدران المائلة المكونة من 12 جدار مائل. الاثنى عشر جدار مائل يمثل المقاطعات الاثني عشر في أرمينيا الغربية ما خلف جبال أرارات. سبب ميلان هذه الجدران، ميلان الجدران أو المهندس المعماري الذي صمم هذا الجدار بهذا الشكل أو هذا النصب بهذا الشكل جعله مائلا باعتبار المقاطعات نفسها منحنية إكراما للضحايا الذين سقطوا. وداخل هذه الجدران الاثني عشر توجد الشعلة الأزلية. الشعلة الأزلية مثل ما معروف تمثل أرواح الشهداء، وفي كل يوم في كل 24 أبريل من كل عام، اليوم الذي يعتبر يوم الشهيد للضحايا الأرمن، يزور هذا النصب أو هذا الموقع آلاف الزوار ليؤدي واجباتهم بوضع زهورهم على أرواح الضحايا. مساء الخير أصدقائي الأعزاء، أشكركم على المتابعة وأدعوكم مرة أخرى للتعرف على تفاصيل المجازر من خلال المواضيع التي نشرتها اليوم والبارحة، وإن شاء الله سأنشر لكم المزيد من المواضيع. ما رح نقول لكم انقتلوا 1.5 مليون، انقتلوا هلقة، بعض المعلومات التاريخية الموثقة أرجو أن تطلعوا عليه مدونة اليوم إن شاء الله. نشرت لكم موضوع البارحة، ناشر موضوع ورح أنشر لكم موضوع آخر تسهيل الله بعد اليوم، اعترافات هنري مورغانز اللي كان سفير الولايات المتحدة الأمريكية أبان الحرب العالمية الأولى في الدولة العثمانية وفي تركيا. أطلع على التفاصيل أو الاعترافات التي قدمها. أستودعكم الله وشكرا لحسن المتابعة.